كابتن طارق، مساء الخير. ازيك يا حبيبي؟ مساء ازاي الفل. حضرتك؟ وتحياتي وتحيات كابتن ماهر همام وكابتن فوزي. كابتن طارق، وتعادل مساء كان الف. تعادل كان صعب امام فريق محترم مصر المقاصه وبتروجيت رويدا. رويدا نذهب الى المنطقه الدفاع يا كابتن. بس عليك يا ابو حميد وعلى كابتن ماهر وعلى كابتن فوزي منورين. الحمد لله طبعا مفيش شك، يعني زي ما انت قلت ابو حميد بتلعب فرقه كويسه وفرقه محترمه، مش مكانتها ولا ده ادائهم حتى، يعني من اول الموسم. وفريق المقاصه معروف ان هو فريق محترم، فريق كبير، فريق من الفرق اللي لابد ان انت تعمل لها الف حساب يعني. ولكن هم تعرضوا لهزه كده الفتره اللي فاتت، لكن انا كنت عارف ان احنا هنلاعب فرقه محترمه وفرقه كبيره عندها قدرات هجوميه عاليه جدا، وبالتالي كنت مكلم مع اللعيبه بتاعتي ان هم لازم يكونوا مركزين كويس قوي المباراه. والحمد لله يعني يمكن حتى احنا الشوط الاول كنا افضل، وكان ممكن جدا على يعني نطلع بهدف او هدفين على الاقل في الشوط الاول، لكن ربنا ما اردش يعني. كابتن طارق، غدا هتلاعب الرجاء، والرجاء اصبح له وضعيه مختلفه عن كابتن رمضان. فريق اصبح شرس دفاعيا وخلاص، يعني اللقاء اعتقد يوم الاربع، ولقاء هيبقى صعب مش سهل على فريق بتروجيت. أكيد طبعًا، فرقة دلوقتي أصبحت فرقة كويسة. كابتن رمضان هي عمل طفرة كبيرة وعندهم لعيبة كويسة وأصبحوا بيكسبوا ودخلوا في دائرة المنافسة على البقاء بشدة بعد المكسب الأخير على دجلة، ده دخلهم بشكل كبير. وإحنا عارفين كويس أهمية الماتش وصعوبته بالنسبة لينا وليهم برضو. إن شاء الله بإذن الله نعمل ماتش كويس ونخرج بالنتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله، لأنه ماتش صعب. وانا قلت الكلام ده للاعيبتي وقلت لهم ان فريق الرجاء اصبح فرقه لها انياب يعني، وفرقه كويسه ولابد نحترمها ولابد ان احنا نشتغل بشكل جامد جدا في هذه المباراه، لانها هتبقى مباراه بالنسبه لهم هم اكيد مليون في الميه بقاء في الدوري، يعني من احد اهم العناصر او اهم المنشآت اللي ممكن تخليهم موجودين في الدوري بشكل كبير يعني. كابتن طارق يحيى، كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك والمدير الفني البتروجيت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سريعا